كنتي بتغني وانتي صغيرة؟ اي على طول. وكانوا مشجعينك؟ لا كل يغني ويدندن يعني عائلة فنية. العائلة فنية كل احكيلي يغني. احكيلي مش دايما يجونا ناس عائلة فنية حبيبة قلبي. ايه؟ الوالد بيغني، الوالدة بتغني، يعني بكل شغل مثلا أم كلثوم الكل بيدندن، فخلاص احنا توارثنا الأشياء. يعني يعني مثلا اشتغلوها فنانين ولا بس؟ لا 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 غنى غنى وغنى في العائلة. ايوه تعملوا جلسة عائلية. وشنو شو أكثر مين تأثرتي بيه أكثر من ناحية الغنى؟ الوالد ولا الوالدة؟ والوالدة الاثنين كانوا يغنون. مين صوته أحلى بأمانة؟ ما حدا سمعنا. ممكن أول مرة أصرح الوالد برضو صوته حلو، بس إنه ما كان مكرس نفسه زي الوالدة. فكان هو يشتغل على الوالدة إنه هو يعلمها مخارج الحروف، الصوت، كل شيء. مع هذا كله في البيت يعني. وأنت كيف اكتشفتي أنه صوتك حلو ولا هم اللي اكتشفوه؟ لا حسيت يعني لما توفى الوالد بدأت أنه أنا مع الوالدة أبغى أغني وأسوي زيها وأحسن من نفسي، إلين فجأة اكتشفت نفسي لأنه أنا صوتي حلو ولأنه أنا فنانة برضا الناس وإجماع الكل، فخلاص بإشادة الناس حسيت أنه أنا فنانة يعني. طب وأنت وصغيرة لما بلشتي تدندني هيك مع العائلة مين الفنانين اللي كنتي بتسمعي لهم وأنت وصغيرة؟ طلال مداح، محمد عبده، أم كلثوم، يعني ما كان سمعي محصور على أحد يعني. بتسمعي خليجي عربي؟ ايه كل شيء كل شيء. أكثر فنانين تحسي حالك متأثرة بيهم؟ والله شوفي يمكن من كل فنان شيء معين، لأنه أنا يعني بالنسبة لي ما أحصر نفسي في الفن على فنان معين. فمن كل فنان أنا أحاول أحرص أن أتعلم على شيء أستفيد منه. ومين اللي أثروا فيكي؟ مين الفنانين اللي أثروا فيكي فنيا عم بحكي؟ نوال، أحلام، أصالة، يعني بحيث أن أنا بنت يعني. الله. إيه؟ هذو من الأصوات النسائية. إيه؟ والأصوات الرجالية مين هيك؟ عبد المجيد، محمد عبدو، عبد الرواشد، يعني فنانين القدامى. جربتي غنيتي بغير لهجات غير اللهجة الخليجية وأنتي وصغيرة وأنتي عم تكبري؟ إيه إيه بتفوق دائما بجميع اللهجات. شو أكثر لهجة ضبطتيها؟ المصري. إيه بحس المصري. المصري حتى اللبناني والله. يعني والله ايه يعني بكل مكان بتحطيني. انت شاطرة باللهجات بصفة عامة يعني؟ لا بس بحاول انه يزعلني انه ما اغني اللهجة بالشكل المتقن، يعني احاول ان ادرس اللهجة بكل انواعها، فتلقيني حريصة انه انا ادرس اللهجات. وللحين عاملة المجهود هذا انك تدرسي اللهجات؟ ايه طبعا، اذا احد طلب مني اغنية تكون بلهجة معينة لازم ادرسها من كل النواحي. وشو كان ردة فعل الناس اللي بتسمعك؟ او ماي جاد، الله الله. شو اكثر هيك اغنيه حسيتي انه لايقه على صوتك واخذت صدى كثير حلو؟ ممكن اغنيه انغام لو اختار ما بين نفسي.